Has de una فيه بعد كيستي ما يجيش دونك اي اليوم قلت ان نحن باش نعملو كيستي وهاي نوريكم كيستي بدو كيفاش نعملو اول حاجة لازم نقص النعناع انتما كان ما عندكمش النعناع لازم تشريوه كملت قصيد نعناعي ولا توا هين وليكم كيفاش نطيبوه توا باش نغسل نعناعي بالكدا بعد ما كملت غسلت نعناعي بالكدا باش ناخذ كسرونة صغيرنا اهيا ونحط فيها النعناع حطيت النعناع والماء وتوا باش نحل الغاز ونقعد نستناو حتى لين يغليو الماء تاعنا بدا يغلي اني توا باش ناخذ 3 مغارف سكر واحدة ثلاثة ونخلطهم هلا بعد ما حطينا 3 مغارف سكر ناخذ مغرفة كبيرة تعطي نمصمصها في الماء سخون ترى انا قبل ما نمصمص فيه كمل مصمصتو ناخذ هذه باش ما نقطرش الماء وبعد ما مصمصناه باش نحطوه في الماء اللي يغلي تعرفوا شويه بعد شوية تحطوه في تلمود باش يقدركم سخون وكانش تشربوه تو تو كيفي اني تحطوه في بريد تو جا الوقت باش نصبوه محلى لونو محلى لونو شوفوا اني يعجبني كيستي كي يدير لونو فاتح هاي تو صحة ليكم وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطولي لايك وسبسكرايب كومنت شير شارك وباي باي.